إذن لمناقشة ملف الطاقة في العراق واستخدام إيران الغاز كورقة ضغط انضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سنا عبد القادر. دكتور سنا، مرحبا بكم. الحرس الثوري هو من يتولى الإشراف على ملف حقول النفط والغاز في العراق بحسب ما أوردته صحيفة الانديبندنت البريطانية. ماذا يعني هذا التقرير على مستوى الاقتصادي وعلى أمن ملف الطاقة في العراق دكتور؟ طبعا احنا بالبدايه نعرف انه العراق يستورد الغاز من ايران لتشغيل توربينات الطاقه الكهربائيه. وايران تطلب العراق بمقدار 11 مليار يورو. المشكله عندنا هنا انه العقوبات الامريكيه على ايران لا تسمح للعراق بانه يدفع هذه المبالغ. لان الاتفاق بأمريكا وإيران أنه فقط على الدواء والغذاء، لذلك المشكلة دائما تتجدد بين فترة وأخرى. لذلك تم الاتفاق مؤخرا على أنه العراق يرسل كميات نفط خام ووقود إلى إيران مقابل استيراد الغاز. طبعا هذا أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا ترضى بهذا الاتفاق، وحتى وزارة الخارجية تصريحات عديدة لها الأمريكية أقصد أنه غير راضي على هذا الاتفاق. طيب دكتور الولايات المتحدة غير راضية، ولكن ما محاذير صفقة استبدال النفط العراقي مقابل الغاز الإيراني؟ ما الضرر في ذلك؟ الضرر انه راح علينا ان ندفع هذه المبالغ الضخمه الى ايران. راح عندنا معلومات مهمه انه العراق يدفع ما قيمته معادله 11% من معدل سعر نفط الخام برنت لمده 6 اشهر، زائدا نسبه 0.08 لكل مليون وحده حراريه. هذا معناه أنه علينا احنا أن ندفع بما مقداره 9 دولار للمليار متر مكعب، في حين سعره بالسوق هو 2.6، يعني معنى ذلك أنه ندفع مبالغ ضخمة لإيران مقابل استيراد الغاز من عندها، في حين الأسواق العالمية سعر الغاز منخفض جدا كما قلت. نعم. 2.6 لو تقارن مع 9 دولارات يعني معناته 3 مرات احنا ندفع ضعف، اكثر من 3 مرات. هاي المشكله. طيب دكتور سناء، هل يمكن كعراقيين ان نثق بالفعل بان ايران ستساعد العراق باستخراج غازه او دعم قطاع النفط والطاقه بالعراق؟ هل يمكن الوثوق في ذلك اذا ارادت المساعده حقا؟ لا طبعا، شوف احنا طبعا العلاقات مع ايران يعني دائما بين مد وجزر، ولا يمكن الوثوق بايران. ذلك على ان نثق بانفسنا، ان نبني قطاع الطاقه بالعراق بانفسنا، ان نقوم باستخدام الغاز المصاحب للنفط في حقول البصره وحقول الانبار وحقول دياله بواسطه توربينات. احنا لا ننسى عندنا 3 اتفاقيات في زمن المالكي مع كوريا الجنوبية، وفي زمن حيدر العبادي، وفي زمن الكاظمي مع سيمنز، ومع الصين. يعني عندنا عدة اتفاقيات وعدة عقود مع هذه الدول، كوريا الجنوبية والصين وألمانيا، ولحد الآن لم تنفذ هذه الاتفاقيات. لماذا؟ إذن المسألة واضحة أنه إيران خلف عدم تنفيذ هذه الاتفاقيات. نعم. طيب دكتور سناء، يعني ولكن حكومة السودان أعطت عقدا للخدمات الفنية لوزارة النفط الإيرانية بقيمة 4 مليار دولار، بأي عين تنظر لهذه المنحة أو هذا العطاء من قبل حكومة السوداني؟ أنا أعتبرها مسألة يعني استغلال، أو يعني لا 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 هي هبة، لا هي استغلال. يعني نرى أنه خزينة العراق تفرغ بسبب هذه الاتفاقات، وهذا غير صحيح طبعا.
هل ستقبل يعني العراق يخسر، هل ستقبل على اي اساس يدفع ايران هذا المبلغ الضخم؟ هل سترضى او ستقبل واشنطن من عمليه الابتزاز الايراني باستبدال البترول مقابل الغاز؟ هل ستقبل بذلك؟ هل ستقف متفائل؟ انا باعتقادي لا ترضى، لذلك انه يعني انا الان صفحت كل صفحات النت وقرات عده تقارير من الوزاره الخارجيه الامريكيه، منهم يعني باسماء صريحه وباسماء غير صريحه لا يودون التصريح باسمائهم العلنيه، انه الخارجيه الامريكيه غير راضيه على ذلك. دكتور سناء، هل هناك ضرورة لتأميم قطاع الطاقة في العراق من قبل الحكومة الحالية؟ هل هناك ضرورة لذلك في هذا التوقيت تحديدا؟ أنا باعتقادي توجد ضرورة جدا، ومن زمان يجب أن نبدأ بهذه. لقد بدأت الأردن بذلك، ولقد بدأت السعودية بذلك، لماذا لا نبدأ نحن؟ لماذا؟ من المفروض أن نبدأ من زمان. نعم. دكتور، لنذهب أبعد من ذلك، هل تعتقد أن موضوع إعطاء الغاز الإيراني إلى العراق من أجل يعني توظيفه في ملف القطاع الكهربائي، هل تعتقد أن مشكلة الكهرباء سياسية أكثر منها اقتصادية في العراق على مدى 20 عاما؟ يعني لم يتحسن واقع الكهرباء في العراق، هل تعتقد أن هناك يعني موضوع سياسي في هذا المفصل؟ أنا أعتقد الاثنين، سياسي واقتصادي. لذلك أنه إيران طبعا تعتمد على المبالغ الضخمة التي تأخذها من العراق، وكما قلت 11 مليار يورو إيران تطلب العراق. وبموجب هذه المعادلة التي الآن قلتها، يعني معادلة غير صحيحة، وإيران جاي تستغل العراق، في حين أنا عندي معلومات أنه مثلا كذلك توجد اتفاقيات مع تركيا ومع أرمينيا كذلك. يعني إيران طبعا لم تنفذ هذه الاتفاقيات، ولذلك قامت تركيا بالبحث عن غاز من دول أخرى، من أذربيجان، أرمينيا، ممكن قد يكون تأخذ الغاز من روسيا. هناك بعض عندنا مشكلة معينة. نعم. أنه البيان اللي طلع من الإطار التنسيقي واللي اتهم الولايات المتحدة بإثارة هذه القلاقل، لم يدعم العراق اتجاه إيران، وأنا بالعكس دعم إيران ضد العراق. هذا هو الإطار التنسيقي، ولا تشوف أنت يعني صفحات التواصل الاجتماعي هبت للدفاع عن العراق ضد إيران. دكتور سناء، دكتور سناء، بالنسبة للقطاع الكهربائي، يعني دعني أتوقف معك وأستثمر حضورك ووجودك هنا معنا. هناك يعني على مدى أعتقد مرتين حسب ما أذكر، أنه تم الاتفاق، حكومة الكاظمي اتفقت مع مصر والأردن في موضوع الربط الكهربائي، أين ذهب هذا الاتفاق دكتور سناء؟ ذهب أدراج الرياح. عندنا كذلك اتفاق مع السعودية، لأنه قبل حوالي أسبوع تصريح آخر جاء أنه لماذا العراق لا يستورد الكهرباء من السعودية، السعودية هي التي بادرت وقالت بإمكاننا أن نربط شبكة الكهرباء السعودية مع شبكة الكهرباء العراقية، ونقوم بتصدير الكهرباء من السعودية إلى العراق، وهذا أقرب من الأردن ومصر. نعم. هذا ليس بجديد، ودائما السعودية تكرر ذلك عندما مثل ما أقول تصعد مشكلة الكهرباء بالعراق خصوصا بالصيف. نعم. تظهر هذه المشكلة مرة ثانية، ويظهر كذلك تظهر المبادرة السعودية، شايف كيف؟ نعم نعم. إذا هناك عندنا كذلك مبادرات من الجوار موجودة من السعودية ومن الأردن ومصر. طيب هناك كذلك اتفاقيات، لماذا لا تنفذ؟ نعم دكتور. هذا كذلك؟ نعم دكتور. يعني علامة استفهام حول هذا الموضوع. نعم. عبر سكايب من أوسلو الخبيرة الاقتصادية العراقية الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.